جائزة الشيخ محمد بن صالح للتربية الخاصة أنشأت عام 1425، وهي في هذا العام تحتفل بالدورة 12، فقدمت هذه الجائزة أو تقدم هذه الجائزة لذوي الاحتياجات الخاصة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، وهم تقدم للفئة الموهوبين والمبدعين من هذه الفئات، ونقصد بفئات ذوي العواقب اللي هم المكفوفين والصم وذوي التخلف العقلي البسيط وذوي التوحد وغيرهم من الإعاقات الفكرية، فتقدم هذه الجائزة للموهوبين والمبدعين فيهم. خصصت هذه الجائزة لجميع الطلبة أو لجميع المعاهد والبرامج في جميع مناطق المملكة، وهي عبارة عن جائزة علمية مقدارها 200,000 تقدم ل40 فائزا وفائزة سنويا. جائزة التميز هي جائزة خصصتها لجنة أو أسرة جائزة الشيخ محمد بن صالح رحمه الله والاحتياجات الخاصة، والسنة هذه أضيفت إليها الجائزة للمدير أو مسمى جائزة التميز لمدير أو مديرة لمعهد أو برنامج التربية الخاصة. تقدمنا عليها الجائزة وتم الحمد لله فزت بهذه الجائزة. كان الفوز يعني بناء للبرامج اللي قدمناها لذوي الاحتياجات الخاصة، الدورات التي كانت تقام سواء للمعلمات داخل المدرسة أو من خارج المدرسة، فوز كثير من الطالبات المعهد اللي أنا مديرته بجوائز كثيرة سواء كانت على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي والله الحمد. لفتة إنسانية جميلة من سمو الأمير عبد العزيز بن بندر بن عبد العزيز بتسليم الفائزين والفائزات جوائزهم، مما له أثر إيجابي يدفعهم من المضيء قدما في التميز والعطاء والمثابرة. كانت معكم سمر عثمان لبرنامج حياتنا.